بالشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، نظم اتحاد العمل النسائي مائدة مستديرة حول برنامج دور الإعلام في تتبع تنفيذ الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان ذات الصلة بالحقوق الإنسانية للنساء. هذه مائدة مستديرة لإطلاق برنامج متعلق بدور الإعلام في تتبع تنفيذ الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان في الجزء ذو الصلة بحقوق الإنسان للنساء بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان. الهدف من هذه المائدة هو إطلاق هذا البرنامج الإعلان، هذا البرنامج إشراك المسؤولين الصحفيين في مختلف وسائل الإعلام، الصحافة المكتوبة، أيضا الصحافة مسموعة مرئية، وأيضا وسائل أو الصحافة الإلكترونية لتقوم بدورها أولا في التعريف بهذه الخطة، للتعريف بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الإنسانية للنساء، وأيضا للعب دور في تغيير تصور أو تغيير صور نمطية عن المرأة المغربية التي تقدم لحد الآن في وسائل الإعلام بشكل كبير. المداخلات ركزت حول الإعلام وحقوق الإنسان بحثا عن إجابات شافية عن دور الإعلام في النهوض بالحقوق النسائية للنساء. كل الدراسات اللي دارت لحد الآن تبين أولا الحضور الهزيل للنساء المغربيات فيما يتعلق خاصة في البرامج الحوارية التي تتناول قضايا الشأن العام، أيضا قضايا سياسية الاقتصادية إلى آخره، حضور لا يتعدى 20% حسب بعض الإحصائيات التي أنجزتها الهاكا، وحتى وزارة الدولة وزارة التنمية الاجتماعية والمساواة إلى آخره تبين هذا الحضور الضعيف. الحضور الأساسي يكون في الإشهار بصور عمليا مخلة بكرامة أو النساء، أيضا الحضور المرأة عمليا لا يتعدى البرامج في أغلب الأحيان المتعلقة التي تناقش قضايا المرأة. لذلك نحن نساهم إلى جانب العديد من الوسائل الأخرى في تطوير النظرة ديال الإعلامي والإعلامية لحقيقة المرأة المغربية اللي تنعكس في الإعلام. المائدة المستديرة اختتمت أشغالها بمجموعة من التوصيات تصب في خانة حقوق الإنسان، علما أن إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان انطلق في 25 و26 من أبريل من سنة 2008.